البدايات السعودية بدأت متحمسة لمثل هذه المعارك، ويلاحظ هذا من خلال التغطية الإعلامية، ليس صحيح. فقط في يعني طبيعة التغطية وتأييدها للرئيس اليمني، ولكن الحماسة الزائدة التي كأنهم كانوا تواقين للدخول في الحرب. وهذا الذي حدث الآن. إذا واحد يتابع الإعلام السعودي الرسمي أو شبه الرسمي الممول حكوميا ولكن على شكل محطات أو مواقع ليبرالية أو ما يسمونها في السعودية منتدياتنا أو ما أشبه، سيكتشف أن هناك حماسة سعودية ومسارعة ومبادرة. وإلا الحدث ذاته، أنتم قلتم قتلتم انقتل من عندكم شرطي واحد أو جندي وجرح 11، هل هذا يبرر طيران 3 أيام يقصف ويبرر هذا الهجوم بالدبابات؟ اليوم كان الدخول بالدبابات، ويبرر هذه اللغة الطائفية المتصاعدة، ويبرر هذا الكلام والاستهتار بالآخر، والاستهتار حتى باليمن إلى درجة أنك تجد حمزة يقول حمزة لكن اليمن كما دخلنا سابقا والأخذها وناخذ الصك قالوا أكثر من يعني ذلك الطاب وما لليمن ناخذه. قالوا أكثر من ذلك السعوديون، قالوا إن يعني الحوثيين دخلوا أراضي السعودية، أراضي في السعودية، ربما لهذا الأمر كان لابد من رد الفعل العسكري. طبعا أنت تسأل هل تستحق هذه المسألة كل هذه الحرب التي تخاض، لكن اسمح لي أطرح يعني سؤالا يتعلق أيضا بموقع السعودية. هل تعتقد هي تواجه تحديا حقيقيا على مستوى الداخل ربما أكثر مما هو على مستوى الخارج نتيجة دخولها هذه المعركة المباشرة؟ أنا عندي شبه يقين، لست متأكدا، عندي شبه يقين أن السعودية خاسرة في كلتا الحالتين، ولكن دخولها سوف يعجل بخسارتها. الأذى المتحمسون إلى الحرب وصقور الحرب في العائلة المالكة الذين يدفعون وكذلك الطائفيون الذين يريدون الدخول بالمعارك سريعا لا يعلمون أنه أي شيء ينتظرهم على الأرض. وأظن الذي جرى اليوم تحديدا يعني درس جيد للسعودية لكي تعيد النظر في قراراتها وخطواتها وأن تتراجع. إذا كان هناك من تدخل الذي يتحدث عن تدخل في السعودية فيجب أن يؤخذ أيضا في إطار اللعبة الكاملة. أنت تدخلت في 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 كل أمر، صنعاء صارت بيدك ومعروف يعني حكام في صنعاء وفراشون في بابك كما يقول عبد الله البردوني. نعم. لهذا أنا الذي أراه يعني أن السعودية هي متورطة، والحقيقة أن هذا سوف يكشف شيء أمر مهم، أن مكانة السعودية سوف تصغر. إذا كانت السعودية بجيشها سيخسر المعركة، أو أنه إذا ضعف، أو أنها التي تسارع لقصف اليمنيين هي التي تسحب قواتها من الشمال وطائراتها من تبوك، حيث الطيران الإسرائيلي الذي يخترق الحدود السعودية لم يتحدث أحد عن ذرات الوطن وحب الوطن. الآن ظهرت الوطنية الممتزجة بالشوفينية والتي تبرر قتل الآخر والتي تعطي الحق في قصفه وتدميره والذي تريد أن تسحقه حسب تعبيرات من يزعم الليبرالية في السعودية. أنا أظن أن السعودية وقعت في خطأ كبير. طيب. وأنها يعني ربما هذا استباق، هذا استباق للنتائج في الأوحال اليمنية. دكتور حمزة، ربما هو استباق للنتائج وهذا الجيش يعني المعركة على كل حال دخلتها السعودية الآن نتحدث عنها، لا أحد يدري كيف ستنتهي. طبعا إذا ما استمرت تعتقد هي ستقع في الوحل اليمني. اسمح لي أتحول إلى السيد سيف علي الوشلي الناشط السياسي اليمني من جديد. سيد الوشلي أعود إليك، يعني لماذا يعتقد المعارضون للسلطة في السعودية أنها بذلت جهودا للحيلولة دون حصول أي تفاهم بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين منذ أبرم الاتفاق بين الجانبين برعاية قطرية؟ لماذا يعتقدون ذلك؟ تفضل. يا سيدي، أولا حقيقة كل ما يجري في اليمن هذه هي مخططات صهيونية تنفذها المملكة السعودية. الكل يعرف، وكما تذكر كما ذكر الأخ العزيز حمزة الحسن، أن هذه الحرب ليست في مصلحة النظام السعودي، وليست في مصلحة النظام اليمني، وليست في مصلحة الشعب اليمني. إذن هذه الحرب لمصلحة من؟ كل هذا يؤكد على أنها مخططات صهيونية تهدف إلى زعزعة المنطقة وإلى إيجاد الصراعات الكثيرة سواء في اليمن
لأن النظام الصهيوني يعتمد بالدرجة الأولى في المنطقة لتنفيذ مخططاته، يعتمد على المملكة السعودية في تنفيذ كافة المخططات في المنطقة، سواء كانت في اليمن أو في الصومال أو في لبنان أو في العراق أو في فلسطين. النظام اليمني شبيها أو مثيلا للنظام السلطة الفلسطينية، والكل يعرف أن كل أن السلطة الفلسطينية تدعمها ماليا وماديا وإعلاميا المملكة أو النظام السعودي. نفس الحال هو في اليمن، النظام اليمني يدعمه النظام السعودي من أجل محاربة شعبه ومن أجل إضعاف شعبه ومن أجل نشر الفقر والجهل والتخلف والخلافات وإيجاد الثأرات بين المناطق وبين القبائل. النظام الصهيوني له مخطط للوصول إلى باب المندب، وهذا لن يتحقق له إلا عندما توجد فوضى داخل اليمن وعندما يحصل فراغ في السلطة. ما ذكره جباري سابقا وما حاول أن يدافع عن النظام السعودي، هذه مدافعات أصبحت مفضوحة، والكل يعرف في اليمن تدخل السعودي لليمن هي من قتلت الرئيس البطل الحر الشهيد عبد الفتاح إسماعيل، وهي من قتلت الرئيس الشهيد الحر كذلك إبراهيم الحمدي، وهي من أتت بعلي عبد الله صالح إلى السلطة، وهذا الكل يعرفه. ويؤكد على ذلك الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته، ما يجري في اليمن حقيقة هي مخططات صهيونية ينفذها النظام السعودي وبشامل التمويل المالي والإعلامي والسياسي. سأعود طبعا سأعود إليك ربما في يعني سؤال آخر. اسمح لي أعود إلى استوديو الأستاذ بشير بكر. الأستاذ بشير، بعيدا عن طبعا ما ذكره السيد الوشلي عن مخطط صهيوني، إذا تحدثنا عن من المستفيد بهذا المعنى الذي شرح، هناك من يقول، يعني حتى نأخذ الجانب الآخر، هناك من يقول أن الحرب السعودية في صعدة هي ربما كما أشرت أيضا نتيجة عجز القوات الحكومية اليمنية، نتيجة عجز الرئيس علي عبد الله صالح من حسم هذه المعركة، مع أنه كان يتحدث دائما عن حسم. هناك من يقول إنما حصلت لمواجهة المد الإيراني في هذه المنطقة ولو بشكل وهمي، وأنت أتيت على هذه الصورة. هل هذا الأمر يمكن أن يعني نضعه في الميزان ذاته؟ يا أخي، إذا معركة أهداف الآن، إذا كانت إيران موجودة أو غير موجودة، نعم، المنطقة فيها مشاكل. يعني اليمن فيه مشاكل في الجنوب وفي الشمال. يعني هل تحتاج هذه المنطقة إلى عامل خارجي لتتحرك؟ هذا الجنوب ما في إيرانيين مثلا، نعم. هاي في حراك جنوبي صار له الآن 6 أشهر موجود في الشارع، الناس تطالب بحقوقها. على مين تحسب المنظور؟ كمان بدك ترميهم على إيران؟ لنفترض أنه إيران عندها علاقات مع الحوثيين، وأنا ما بعرف يعني أنه، بس أنه هذا يلغي أنه هذول الناس عندهم قضية؟ لا يلغي أنه عندهم قضية. نعم. فبرأيي إذن الهدف، لنعود إلى مسألة الهدف، هدف هذه الحرب أنك أنت ما بدك تحل المشكلة بالطرق السياسية. نعم. يعني القطريين دخلوا في 2004 وقدموا وساطة، من بنود هذه الوساطة خروج زعماء الحوثيين إلى الدوحة، وتم الاتفاق على مبلغ مالي لتنمية المنطقة. القطريين اقترحوا انه احنا نصرف هذا المبلغ المالي، صنعاء بدها المبلغ المالي تحطه لجيبها. نعم. يعني شفت كيف؟ عادوا القطريين مرة ثانية في 2008 وقدموا يعني مقترحات جديدة ومبادرة جديدة وافشلها الحكم، وطلع وزير الخارجية القطري حسن جاسم وقال على الجزيرة، قال انه صنعاء افشلت هذه المبادرة. الهدف من هذه الحرب انك، نعم، لا تريد ان تحل المشاكل، لا تريد ان تعترف بالاخر، تريد أن تديم هذا الوضع. لذلك السعودية متضامنة، ويمكن ممكن يطلع متضامن آخر، هاي أنظمة متضامنة مع بعضها ضد شعوبها وضد قضايا شعوبها. طيب، أعود إليك من جديد دكتور حمزة. يعني طبعا هناك من قال أيضا أن السعودية تعودت أن تقاتل بجنود الآخرين، وطبعا هي تقوم بتمويل الحرب، لكن هذه المرة أقحمت نفسها بعد تأكدها من عجز الجيش اليمني من حسم المعركة. هل تعتقد هي كانت تنتظر هذا العجز، أم هي كانت تهيئ نفسها لدخول هذه الحرب أيا تكن النتائج؟ تفضل.
في الحقيقة السعودية الحل الأفضل هو ألا تدخل الحرب، هي دائما تحارب بقوات غيرها، هي بدأت كانت تعتقد أن الجيش اليمني سيقوم فيها وما استطاع، فأرادت رفضه بقبائل الموالية لها، وأرادت رفضه أيضا بجماعات الموالية دينيا أو إيديولوجيا، الأمرين القبليين كان خطيرا.